الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رجل يعرف بأن فعلا من الأفعال مكروه شرعا ويفعله متهاونا لأنه يقول لأن هذا مكروه وليس بحرام، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الكراهة تنقسم إلى كراهة تحريمية وإلى كراهة تنزيهية، والمقصود بالكراهة التحريمية أي الأشياء التي كرهها الشارع وحرمها، والمقصود بالكراهة التنزيهية أي الأشياء التي كرهها الشارع ورغب في تركها. فإن ما طلب الشارع من المكلفين أن يتركوه لا يخلو من حالتين، إما أن يكون طلب ترك جازم وهو المحرم، وإما أن يكون طلب ترك غير جازم وهو المكروه. فإذا كان المقصود بالكراهة في السؤال الكراهة التحريمية فإن الحرام لا يجوز اقترافه ولا التساهل به، بل إن التهاون في التقحم في المحرمات دليل على موت القلب وعلو الران والختم والطبع عليه والعياذ بالله. أن يقترف الإنسان ما حرم عليه شرعا ولا يقترف بهذا الارتكاب ولا يقوم في قلبه مقام الخجل والحياء من الله عز وجل، فهذا دليل على أن قلب هذا الشخص قد مات، فليسأل الله عز وجل قلبا آخر. وأما إذا كان المقصود بالكراهة في السؤال ما كان داخلا تحت الكراهة التنزيهية فإن المتقرر عند العلماء أن الأمر المكروه هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله. فإذا فعل الإنسان شيئا من المكروهات الشرعية كراهة تنزيهية فلا إثم عليه، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يعود نفسه استسهال الوقوع في المكروهات تنزيها، لأن هذه أول درجات الوقوع في المكروهات تحريما. فكما أن من عود نفسه على ترك المندوبات فإنه ربما يأتي عليه يوم يترك فيه الواجبات، لأن المندوبات سياج يحمي الواجبات، فكذلك من عود نفسه على فعل المكروهات فربما يأتي عليه زمان يقع في حياض المحرمات، فإن ترك المندوبات يعتبر سياجا للوقوع أو التقحم في شيء مما حرمه الله عز وجل. فعلينا أن نعود أنفسنا على ألا نفعل شيئا من المكروهات كراهة تنزيهية من باب سد الوقوع في شيء من المكروهات كراهة تحريمية، والله أعلم.